أجريت اليوم النسخة الأولى من نصف ماراثون مدينة أسافي سافي فور أفريكا، واللي عرف مشاركة عدائين كبار بينهم أبطال العالم أحسن توقيت هذه السنة من 12 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا. والمزيد من التفاصيل حول نتائج الدورة معنا عبر الهاتف البطل العالمي السابق وعضو اللجنة التنظيمية إبراهيم بولامي. إبراهيم، كانت أجواء جميلة، الدورة مرت في أحسن الأحوال، كانت بعض الصعوبات خصوصا مع تساقط الأمطار، ولكن الحمد لله أمطار الخير جعلت يعني كل المشاركين خرجوا للمشاركة، تقريبا أكثر من ما يقارب 3000 مشارك ومشاركة، كذلك جنسيات متعددة، أبطال عالميين، فالحمد لله كل شيء مر على أحسن ما يرام. تقنيا بالنسبة للتوقيت مع هذه الأحوال الجوية والأمطار، كانت من الصعب جدا أننا يعني نراهن على التوقيت، فكنا نراهن على التوقيت اللي كان يعني الجو غير ممطر، ولكن المشاركة كانت مشاركة جيدة فعليا، كان الناس خرجوا ولو الشتاء خرجوا باش يشجعوا هاد المتسابقين، كذلك على مستوى كل النقاط التقنية التي تهم هاد السباقات فكانت تقريبا ناجحة، وهذا يعني بالنسبة لنا تقييم جيد. الآن بالنسبة تنتكلموا على أبطال الغد، فملي تشوف أطفال خرجوا مع 7 الصباح باش يجيوا يتسجلوا حتى الآخر دقيقة باش يشاركوا في نصف ماراثون ويشوفوا أبطال عالميين، تنظن بأنه هذا مؤشر خير إن شاء الله.